أختي بعد هذا الجهد والعناء بموقف جميل، هي قصة لعلها تريح نفوسكم بعد هذا التعب والكدر. رواها أبو سفيان، عن أبي الحر علي بن الحسين من علمائنا، وقد اشترك مع أبي حمزة. عن عيسى بن علقمة قال: كان أبو الحر موسرا، رجل ثري، وتأتيه غلته من البصرة إلى مكة نقرة واحدة ذهبا، فيقسمها نصفين، فيفرق نصفها في فقراء المسلمين، وربعا في نفقته، وربعا يحبسه ليهيئه لمن يمر به من المسلمين وفي معاونتهم. أربعة أرباع، إذن الذي يحتفظ به لنفسه الربع، والنصف في الفقراء، والنصف للحالات الطارئة التي يحتاجها الناس. ولزمه شاب من المسلمين، وكان صاحب أمره والذي يتولى حوائجه، فأتته غلته مرة وعطى فقراء المسلمين النصف، فاحتاج إلى ثمنه، أي النصف الثاني، فدعا الشاب فأمره ببيعها، بيع النصف الثاني، فأبطأ عنه الشاب فقال له: ما حبسك؟ قال: إن القطعة ضاعت، القطعة التي ذهب ليبيعها، إن القطعة ضاعت. قال أبو الحر: في الله خلف عن كل هالك، يعني الحمد لله على كل حال. ولم يسأله عن شيء، أبو الحر لم يسأل الشاب عن شيء. فخرج يوما إلى المسجد، خرج أبو الحر يوما إلى المسجد، فإذا القطعة موضوعة بين يدي صائغ، قطعة الذهب، فعرفها، فقال أبو الحر للصائغ: من أين أتتك؟ قال: ناس من بني مخزوم دفعوها إلي أصوغها لهم حليا. فجاز عليه مرة أخرى، يعني مر عليه مرة أخرى، قال له: إني سألت القوم، الصائغ يقول لأبي الحر: إني سألت القوم فقالوا إن الشاب الذي يخدمك باعها منهم، يعني باعها إلي له. فاستثبت أبو الحر الخبر من المخزوميين، يعني تأكد أن القطعة فعلا باعها الشاب لهم. وكان لأبي الحر مجلس يجلس فيه للذكر يوم الاثنين ويوم الخميس، فأمر الشاب أن يدعو جماعة من مشايخ المسلمين أن يحضروا مجلسه، ففعل. فقال لهم أبو الحر، قال للمشايخ: لا يكن أكثر كلامكم إلا في تعظيم الأمانة، يعني خلي اليوم كلامنا عن الأمانة واحترام الأمانة وإعالة الأمانة، فإن بعض أصحابكم قد ابتلي، يقصد الشاب، يعني ابتلي بويش؟ بخيانة الأمانة. لا يكن أكثر كلامكم إلا في تعظيم الأمانة، فإن بعض أصحابكم قد ابتلي، ففعلوا. فلما بلغ الأمر إلى أبي الحر عظم من ذلك ما شاء الله، والفتى جالس قد غمره العرق. فخرج الناس ولم يبق في البيت إلا أبو الحر. قال الفتى: قد والله هلكت، قد خنتك في القطعة. قال أبو الحر: الله أكبر، ذلك الذي أردت، هي والله لك ولا حاجة لي فيها، واستغفر الله. وكان مع أبي الحر في أحسن حالاته. وأختم بهذه القصة الطيبة، عسى أن يجمعني الله بكم في يوم آخر، وأعتذر على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.